طيب كل واحد فينا عنده عادات سيئة، هذه ما نقدر نخرج منها، واللي يقول ما عندي هذا الله يعينه على نفسه، لأنه كل شخص حتى لو كانت بسيطة، في ناس حقيقة والله يعني أصبح حتى عنده تقول لك ما عندي أو اعتقدت أنه ما عندها بسبب العادة اللي صاروا يمارسوا فيها العادات، يعني العادة أنه بيمارسوا العادات الخاطئة وتكرارها صار عندهم شيء عادي، لكن في نفس الوقت في ناس برضو بتعترف وبتقول أكيد طبعا طراد، وأزيد عليك أنه بعض هذه العادات الخاطئة ممكن تأثر كثير على حياتنا على المستوى البعيد، سواء على صحتنا أو على علاقاتنا بأشخاص متعايشين حولنا، ممكن هم كثير يتضايقوا ويتأثروا من هذه العادات الخاطئة اللي ممكن نسويها بقصد أو بدون قصد أحيانا. وسؤالنا كان من هذا المنطلق على هاشتاج ساعد شباب في تويتر، إيش العادات الخاطئة اللي بتمارسوها في حياتكم اليومية؟ خلونا نروح نشوف ردودكم. أول رد معانا مع نورة الزهراني تقول: أولاً السلام عليكم. العادات الخاطئة هي كثرة شرب القهوة في اليوم والليلة، وأنا إدمان عليها. والله يسعد مساكم أحلى لولو طراد، حياك الله يا نورة. مساك أكيد يا نورة، عادة جدا سيئة قريبة مني. لينا حاتم إيش تقول؟ ما أحافظ على الوجبات الثلاث الرئيسية للأسف. مشكلة كبيرة، حتى تسوي لك مش خلل في الدايت على فكرة، وما تنزلي ما ينزل وزنك بسرعة. شيمو تقول: النوم طبعا مو هو عادة خاطئة، لأنه أغلب الوقت مقضينها نوم، ولكن شيء إيجابي أنه بيخليني أرتاح من العصبية الزايدة اللي عندي. يا جماعة النوم أحيانا سلطان، والله هو دائما سلطان، وإذا كان كذا كثر النوم. الله يرضى عليك. مهاوي تقول: مساكم الله بالخير، والعادة هي أنام وأسحب على كل شيء حتى المذاكرة للأسف. لا يعني كذا راح يأثر النوم على مستقبلك وحياتك، فالأفضل طب كيف تركز إذا ما نامت؟ تنام شوي بس تسحب تنام. أول شيء النوم أهم شيء، تعرف يعني حتى لو ما ذاكرت على الأقل تخترع شيء في الاختبار، يصير عندها شوية تركيز. وجهة نظر في الأخير. سلافة تقول: استنشاق صابون لا مستحيل، لا ماني قادره استوعب، ما يمر يوم الا ما اشم هذا الصابون، امي تخبيه عني وصار لي حساسيه بالانف، لكن العاده تحولت لادمان غبي. ادعوا لي الله يرفع عنك. الله يشفيك يا سلافه، وان شاء الله تكون بتمزح على فكره. غريب. مزون عزيز ايش تقول؟ مساكم خير عليكم، مساكم خير عليكم وعليك المساء وكل خير وكل شيء يا مزون. العناد، العصبيه واكل الماكولات الحاره. ويسعد مساكم لولو وطراد ومساك يا مزون. ايش فيها الماكولات الحاره؟ ممتازه. لا احيانا بتضر، لا احيانا تكون ضاره، خصوصا اللي عندهم قولون. ايوه صعبه صح، بس برضو مصرا انه طيب. اي ميد تقول: التسويف والاخلاق الين تكفل بدون سبب، يعني الواحد اللي يقعد يقول سوف اسوي سوف اعمل وسوف افعل، والاخلاق اللي تكفل بدون سبب، يعني لا في اخلاق عند ناس كثير تكفل لاسباب، لكن ما هم عارفين ايش السبب، لكن من غير سبب ما في شيء. صحيح. نروح لساره بنت فهد ايش تقول؟ ااجل عمل اليوم للغد، عادي اقعد اسبوع متبطحه واحشر نفسي بساعات قليله وكل مرة ما أتوب، زايد باردة وعايشة مع ناس دمها حار فيصير انفجار. لا أحيانا البرود نعمة، نعمة يا سارة، بس على فكرة يعصب الناس اللي حولك. البرود يعصب الناس اللي حولك. أيوة أكيد، بس تخيل عصبي مع عصبي ما يتفقوا، لكن بارد وعصبي يتفقوا. دحين أفهمك النقطة هذه كيف، لأنه أنا وجهة نظري مختلفة. أروى تقول: سلام خاص من مداومة لمداومين، هاشتاج هيا نشجع بعض، التفكير الزائد وهوس غسيل الكفين وتعطير الشعر ومدة اللسان. مدة اللسان هذه يا أروى ما فهمتها، جديدة علي الصراحة. مريم تقول: لازم الفضايح بدايتها أنا حياتي خالية من العادات الخاطئة، وأحيانا الكسل لدرجة إذا كنت جيعانة أشرب موية بس، وإدمان النسكافيه أول ما أصحى. يعني صراحة إذا كان إدمان نسكافيه فحل الإدمان بس ما يكون كثير، ولكن الكسل عادة جدا خاطئة. حاولي يا مريم أنك تتخطي أو تبعدي عن هذه العادة، لأنها ممكن يعني تخسري أشياء كثير. الواحد يتعود من الكسل على فكرة. أيوة بالضبط، والرسول عليه الصلاة والسلام يتعود من الكسل، فيعني الواحد لابد انه يكون نشيط على اساس السلام. ايوه فيعني نرجع لنقطه، ممكن نسيب الموضوع بس نتناقش في هذه النقطه اللي بقول لك عليها. الانسان الحار بطبعه ترى ما ينفع له واحد بارد قدامه، ولا حيشيط غضب بزياده. بالعكس
أنا ضد هذا الرأي تماما، لأنه في أشخاص كثير عايشين معانا ومتعايشين معانا دائما. حتى لو سألنا دكتورة الأخصائية النفسية صفاء مراد الله يعطيها العافية، دائما تقول عصبي مع عصبي ما ينفع. إذا كان بارد، شخصية باردة مع شخصية عصبية، هم اللي يقدروا يستمروا لوقت أطول ويستمروا لفترة طويلة. اسأل القطبين المتنافرين دائما يتجاذبوا. لا أوكي. يتنافروا يتجاذبوا. أيوة. حلو، انا معاكم. حلو، اوكي انا معاكم ومعاك يا عنود. اوكي شكرا، بتغششي كلكم علي اليوم، بس انا بقول لك اوكي يتجاذبون يعني ويتكاملون. أيوة. لكن وقت أيوة. المصيبه وقت هلا هلا ما ابغى واحد يقول لي ايش بك وانا قاعد اصارخ، لا ابغى واحد يصرخ معايا عشان ينزل من التون معايا، يصير حتى بالعكس. نفسيا اسال الدكتوره صفاء مراد، وقت العصبيه يحتاج الشخص الى احد نفس نبرة الصوت عشان يمتص الغضب ويرجع ينزل نبرة صوته معاه تدريجيا. لا صدقني صدقني تراد، انت لو فكرت مو مسألة صدقني، مسألة دراسة. لا الدراسة تقول انه دائما بنشوف الشخصية العصبية مع الشخصية الباردة هم اللي بيستمروا الوقت اطول والفترة اطول وبيقدروا انهم يعيشوا مع بعض، ولكن الشخصية العصبية مع شخصية عصبية صدقني ما راح يكملوا ابدا، لانه هذا الشخص اذا عصب وقتها وانفعل الشخص الثاني حيعصب ما حينفعل حيضاربه في النهاية. على فكرة انا من الشخص من الاشخاص العصبيين او الناريين او الحركين والنميه من الناس الباردين جدا. لا 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 لا, يعني. لا 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 نحن حنقارن بعد الحلقه ونشوف ايش يصير، بس صدقني انه انا جدا ماني بارده ابدا. اوكي والله عنود انت سببتي المشكله على فكره. تضارب معانا، خلونا نكمل ردودكم ونشوف. طيب احمد فاخرجي ايش يقول؟ يسعد مساكم بكل خير. العادات الخاطئه هي شرب المياه الغازيه، حاول تخفف يا ابو احمد. مشكلة مشكلة هذه والله، وحتى حترتاح كثير يا أحمد. ريهام تقول إيش العادات الخاطئة؟ إني أشد شعري وأكل أظافري؟ ليش؟ تحياتي لكم أحلى ثنائي الأستاذ طراد والأستاذ لولو، يسعد مساكم ومساك أكيد. أشد يا ريهام أشد شعري وأكل أظافري؟ مع أكل أظافري كثير يسوى، بس شد الشعر غريب علي. مساج. أحد إيش تقول؟ النوم طول الوقت والكسل عن حل وجبات الجامعة، ويسعد مساكم ومساكي، وحاولي إنك تتخلصي من هذه العادات بأسرع وقت. أيوه. عندنا جوجو تقول هنا من عادات الخاطئة السهر، إدمان الجوال ومواقع التواصل الاجتماعي. يسعد مساكم. والله أنا شوف ناس كثير تحب السهر. مو حلوة والله صدقني. أيوه. مو حلو أبدا. صالح إيش يقول؟ لين يعلق جوالي أسوي نفسي ما أطالع عشان أخليه يحس إنه ما يهمني. يا الله، هذه وإحنا صغار كنا حتى يد السوني كنا نحاول وإحنا نلعب لما يعلق نسوي نفسنا ما نطالع في السوني عشان ايش؟ والله انه ترى احنا لا تهتموا عشان يرجع يشتغل، عشان يرجع يشتغل. والله العظيم كان عندنا هذه جديده علي، مستحيل جو الطيبين اللي احنا فيه، كل المصورين طلعوا ياشروا لي هنا زين. سبحان الله، كنا اذكياء حقيقي اجتماعيا. الحمد لله والشكر. وفاء تقول مساكم جميل يا احلى اثنين، العاده الخاطئه هي العصبيه الكثيره والنوم الكثير. يسعد مساك اكيد يا وفاء. يسعد جوك والله، عيشي حياتك. طيب شوقة ايش تقول؟ انا اقول ما عندي، بس امي الله يطول بعمرها تقول لي شرب الكودريت ده اكبر خطا وادمان القهوه، وما خفي اعظم. كل مشروب اشتقت لكم، ونحن كمان اكيد اشتقنا لك يا شوقة. ويلكم باك. كل مشروبات الطاقه احنا ما لنا يعني ابدا ولا 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 علبه ولا علبتين ولا نص ولا، بس وقت هذا ما له داعي الله يرضى عليكم، لانه اقسم بالله شيء سيء جدا. مرام نور تقول السهر وسواس النظافه كثره التفكير والقلق الزايد، واول مره اشارك معكم، حياك الله يا مرام. الله يحييك يا مرام، ويعني طلعت زي وسوسه النظافه. طيب مهاوي ايش تقول؟ اني احب استفز اخواتي. الله يعينهم يا مهاوي عليك. نقول الله، هذه موهبه على فكره، ما هي عاده سيئه. غيدات تقول كتصرفات امشي واطفي اي لمبه إنارة قدامي طفي واسمع الصراخ من وراي. غيدة 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 غيدة، يعني انت تذكريني باشخاص كثير يعني اعرفهم في حياتي فيهم نفس هذه العادة اللي فيك. سبحان الله، ناس يخافوا على الكهرباء كثير، فدايما اذا شافوا لمبة في اي مكان حتى لو المكان ما يخصهم ولا هم راح يدفعوا ايجاراته لازم يطفوا النور. يا اخي صرفيات كهرباء والله. والله يعني ابائنا الكبار واجدادنا الله يرحمك يا جدي كان دائما زي كذا علمني زي كذا. والله يعني في حاجات كثير راح اتعلمها من الكبار، انا هذه من العادات اللي مسكت فيا، فكسرت كل ما بس حاجه حلوه صرت كل ما اطفي لمبه اتذكر اقول الله يرحمك يا جدي، لانه كان يقول يا جماعه تخرب الكهرباء ما يصير. هي اصبحت عند عرفناها احنا عند كبار السن، ما اعرف ليش، لكن هي فعلا عاده كل ما واحد يكبر في السن كل ما الواحد يبدا يهتم بهذه الاشياء التفصيليه. عموما احنا طبعا حلقتنا اليوم نتكلم عن العادات السيئه،
بس انا ترى ما اشوف قفله النور عاده سيئه، بالعكس خليهم يصارخون غيداء لبكره، لكن في الاول والاخير احنا نقدر نقيم نفسنا، نشوف ايش الصح من الغلط، نعرف ايش نسوي ايش ما نسوي، وبرضه نسمع نصيحه الغير. اكيد طبعا في الاخير نقدر نقول ان حاولوا تشوفوا عاداتكم الخاطئه، مو شرط انتم تشوفوها من نفسكم، ممكن الناس اللي حولكم يقولوا لكم عن هذه العادات، لانه في ناس كثير ما تشوف اغلب العادات الخاطئه اللي ممكن تكون فيها، والناس اللي حوالينها هم اللي يكتشفوا هذه العادات بسبب احتكاكهم الدائم اللي بيكون معاهم. فحاولوا أنكم تخففوا من هذه العادات السيئة عشان لا تتأثروا فيها على المستوى البعيد، أو يتأثر فيها اللي حولكم يتضايقوا منكم، لأنه ممكن يأثر عليكم وتخسروا ناس كثير أو تخسروا أشياء كثير في حياتكم اليومية. خلصت القهوة، أنا راح أسوي القهوة قبل ما تطلع الفاصل. أكيد طبعا، حنطلع فاصل قصير، حنرجع لكم بعد الفاصل لا تروحوا بعيد. والله مشكلة.